أدى حادث مرور مروي على الساعة 7 من صباح الثلاثاء إلى إصابة 17 تلميذا بين قتيل وجريح تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة، حيث لفظ التلميذ الشيخاوي أنفسه في مفترق الطرق بين بلدية البويه الحدودية وقرية ماغورة دائرة سيد الجلال بجنوب تلمسان على إثر حادث اصطدام سيارة نفعية بحافلة من نوع كارسان للنقل المدرسي. عمري 19، كنا جايين ماغورة رايحين لبويه نقراو، هي دخلت فينا روطو وما عندها سطو ما شافش ما عارف، دخل فينا وصل اليسر كي اللي مات. احنا كنا جايين طالعين ماغورة كي لحقنا فماك السيد ديرك دخل فينا. يطالب الاولياء بايجاد حل لطريق الموت وضعف الهياكل المدرسية بمثل هذه المناطق النائية بجنوب تلمسان. قاموا بهم يرحم والديهم وكلفوا بهم زعما بشكل لازم كاع، وثانيا رغبينا اللي جايتنا تاع احنا لازمنا مؤسسه لوليداتنا، ما بقاوش يمشوا 40 كيلومتر كل يوم بكري 40 كيلومتر، احنا عندنا بلديه. هذا وقد شيعت جنازه التلميذ الشيخاوي بعد عصر هذا اليوم.